كلنا عارفين ان الفلسفه الرئيسيه من كل الاديان حتى السماويه وحتى غير السماويه هي الاخلاق. الاخلاق هي الاصل، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، الدين المعامله. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان بنقول الكلام ده واحنا صايمين، لان الصيام ربنا سبحانه وتعالى لما شرعه ما شرعوش علشان قصه الاكل والشرب، لا، شرعه علشان تقويم وتهذيب النفس. بمعنى اخر، في مبطلات للصيام، في مبطلات ظاهرة كل الناس عارفينها، اللي هي الأكل الشرب خلافه، الناس كلنا عارفين المبطلات الظاهرة، ولكن في أيضا مبطلات في الصيام بيسموها بالمبطلات الباطنة اللي بتغيب عن بعض الصائمين، ولكن يعني خليني أقول كثير من الصائمين، زي الغيبة، زي النميمة، زي أكل لحوم الناس. أنت عارفة كل الكلام ده يا فسر. صيام من العبادات اللي بتعمل على تزكية النفس وتقوية الإيمان، بالتالي ده بيتناقض تماما مع الغيبة والنميمة والمعاصي اللي بتأثر على صحة الصوم. يعني تفاصيل كتير قوي عايزين نعرفها عن مبطلات الصيام. معانا طبعا فقرتنا الشيخ محمد العماوي الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف. أهلا بيك وكل سنة حضرتك طيب. صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزين نتعرف ما هي المبطلات الظاهره وما هي المبطلات الباطنه. نعم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاه والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد القائل: بني الاسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيعني الأول بنتكلم على الصيام. الصيام هو من أعظم العبادات، إن لم يكن هو أعظمها على الإطلاق بداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له. ولذلك خصه الله تعالى ونسبه لنفسه في الحديث القدسي، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لله تبارك وتعالى. طيب، لما كان الصيام ده هو أعظم عبادة، يعني أمر الله تعالى بها، جعل لها قانون خاص، والقانون الخاص ده فيه شروط وآداب وسنن ومكروهات ومبطلات ومفسدات للصيام. المفسدات زي ما حضرتك ذكرت، المبطلات الصيام التي توجب القضاء، التي هي بقى العلماء اللي بنتكلم عنها، اللي هي المفسدات الظاهرة، زي اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين في القرآن الكريم أصل تلك المفطرات في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية دي جمعت في طياتها أصول المفطرات، اللي هي إيه؟ جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، ده يفسد الصيام بل يوجب عليه القضاء، يعني قضاء ذلك اليوم والكفارة كمان، وبعدين ممكن نتعرف على تلك الكفارة. كذلك إنزال المني في نهار رمضان سواء بمؤشرة الزوجة أو بالاستمناء، ده يفسد الصيام ويوجب القضاء أيضا. طيب، الحيض والنفاس للمرأة، فلو حاضت المرأة ولو قبل المغرب بلحظة أو لحظات تقضي هذا اليوم، يعني ده يفسد الصيام. كذلك القيء عمدا، القيء عمدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. يعني إيه من استقاء؟ يعني هو تقيأ وطلب القيء عمدا بنفسه، إنما من ذرعه يعني غلبه القيء، تقيأ ده لا يجب عليه القضاء، إنما الاستقاء بنفسه وتعمد أن يتقيأ ده يفسد صومه ويبطله. فبالتالي دي المفسدات اللي إيه؟ الظاهرة، أو المفطرات الظاهرة للصيام. أنا في عندي العلماء بيسموها مفسدات باطنة، اللي هي تعتبر من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال الجوارح زي يعني الغيبة باللسان، الغيبة والنميمة وأذى الناس وتتبع عورات المسلمين وفعل الفواحش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هو صايم لكن بيفسد صيامه
وثوابه كله بيضيع من الصيام من الله تبارك وتعالى. بيتكلم على الناس التانية. نعم. بيتكلم على الناس التانية. بيتكلم عن الناس التانية، بيسب الناس، بيصخب، يعني بينافي الأخلاق الكريمة التي أمر بها الشرع الشريف. كل ده بيفسد للصيام، وما بينبوش من صيامه زي ما احنا بنقول كده إلا الجوع والعطش. يعني إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلتي غض، وفي منطقي صمت، فليس لي من حظي من الصيام إلا الظما، إلا الجوع والظما. وإن قلت صمت يوما فما صمت من الدهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو أنا ادعيت أن أنا صائم حتى بمجرد ترك الأكل والشرب، ومع ذلك أقع في أعراض الناس، أسب الناس، أتكلم عنهم بما يسوءهم، أتكلم أنقل أخبار الناس وأوقع بينهم بغرض الوقيعة، ده كله من النميمة التي تفسد على المسلم صومه الذي. لا بس عندي سؤال، تفسد نعم. الصيام ولا يعني بتسقط عنه ممكن حسنات مثلا زيادة ممكن ياخدها؟ يعني اللي أنا خلينا ندي يعني زي مثال نعم. واضح للناس. هل النهاردة احنا بنتكلم على الصحاب، مثلا واحدة كلمت صاحبتها في نهار رمضان تسألها على أي حاجة، الكلام جاب بعضه فاختابوا واحدة من صحبتهم، نعم، جه في الكلام فاستغفروا ربنا بعدها ومضمضوا وكل حاجة، هل دلوقتي صيامهم باطل؟ لا، هو صيامهم باطل، لا يبطل الصيام. يعني لا يبطل، يعني لا يجب عليهما القضاء، مفيش هيقضي يوم مكانه، لكن للأسف ده بينقص من ثواب الايه الصائم. وممكن لما يتمادى في هذا ويكثر من الأفعال دي يصل إنه ملوش ثواب أصلا على هذا الصيام. لكن يسقط عنه الفريضة فقط، زي الصلاة بالظبط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الصلاة كذلك، ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منه. ممكن واحد يقف يصلي لا يكتب له إلا خمسها، سدسها، ثلثها، ربعها، أو لا يكتب له من الحسنات أي شيء في الصلاة. في الحديث الشريف أيضا، من لم تنهه صلاته عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. فلا صلاة له. هو الحديث ده فيه كلام عند العلماء فيه ضعف. ليه؟ لأن في أحاديث تانية وردت بعكسه. بعكسه إزاي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد قال له إن فلانا يصلي الليل كله، وفي رواية يقرأ القرآن الليل كله، ثم يصبح فيسرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ستنهاه يوما، أو ستنهاه قراءته يوما، يعني صلاته دي أو قراءته القرآن هتنهى عن الفواحش يوما ما. لذلك الله تعالى يقول في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني مش عشان هو بيعمل حاجة غلط ما يصليش. طب إذا أو كان ما يصومش. الصلاة هي الركن الثاني والصوم هو الركن الثالث، وحضرتك بتقول إنها ستنهاه يوما، يبقى برضو الشيء بالشيء يذكر، يبقى الصوم سينهاه يوم. بالظبط. ايوه، ما احنا بنقولش ان هو مش معناه ان هو بيغتاب الناس او يذكر او يفعل فعل ينافي الاخلاق الكريمه انه ما يصومش. لا طبعا، ده يجب عليه الصيام، بس احنا بنقول ايه؟ ان انا ما بقولش ما يصومش، اقول ان هو حضرتك بتقول لي يعني لا صيام لك، قلت الاول ان هو ممكن صيامه كله يسقط. نعم، يسقط، ده يسقط ثوابه. ثوابه ثواب الصيام كاملا. انما كفريضه، الفريضه نفسها خلاص هي كده بالنسبه له سقطت عنه الفريضه. لكن ثواب هذا الصيام لا، يعني ثوابه ده وقبوله بين يدي الله تبارك وتعالى. فكلما يعني فعل من الافعال التي تنافي الاخلاق الكريمه والحميده، ويكون يعني بين المسلمين كما قال الله تعالى لعلكم تتقون، يعني الغايه الاسمى من الصيام لعلكم تتقون، التي هي الثمرة الكبرى من الصيام التقوى. والتقوى دي بقى فعل كل يعني جماع الدين كله، مش مجرد واحد ما بياكلش أو ما بيشربش وخلاص. طب في ثلاث درجات للصوم خلينا نتكلم عنهم، هما صوم العموم وصوم نعم. الخصوص وصوم خصوص الخصوص. نعم. الفرق بينهم إيه، وإيه مبطلات الصيام فيهم كلهم؟ نعم، هو الثلاث مراتب دول ذكرهم الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فذكر أول مرتبة من مراتب الصيام اللي هي صيام العموم. العموم دي يعني عامة المسلمين، اللي هو إيه؟ اللي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ده اللي كل الناس بتعمله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده الصيام العام للناس كلها. طيب، في بقى مرتبة تانية أعلى شوية اللي هي مرتبة الخصوص. الخصوص دي مرتبة العباد والصالحين من المسلمين، اللي هو مع الإمساك عن شهوتي الطعام اللي هو البطن والفرج، بيعمل إيه كمان؟ يمسك الجوارح عن فعل كل المعاصي، يعني الجوارح الست اللي هي السمع والبصر والرجل واليد واللسان،
كل ده بيمسكه زي ما بيمسك عن الطعام والشراب يمسكه كذلك عن المفسدات. ما بيتكلمش في حق حد، ما بيقولش كلام وحش، ما بيمشيش برجل إلى معاصي، ما بيعملش أي حاجة من الأمور الظاهرة من الآثام. بيحفظ بدنه وجسده من الآثام، كذلك مع الحفاظ على ما أمر الله به تبارك وتعالى. طيب المرتبة الثالثة بقى اللي هي خصوص الخصوص. خصوص الخصوص دي العلماء بيقولوا مع اللي فات ده كله بيعمل ايه؟ هي كف القلب. ده بيتعلق بقى بالقلب جوه بقى، مش بالجوارح بس، لا بالقلب. كف القلب عن حتى الخواطر الشهوانية وعن الآثام، يعني يمسك قلبه عن أن تدور به الخواطر الشهوانية، لا يرد فيه إلا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكف القلب عما سوى الله تبارك وتعالى، يعني يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فيرى بنور الله ويمشي بالله ويتكلم بنور الله، وكل حياته مع كل هذا يفعل برضه ما أمر الله به من أجل إعمار هذا الكون. يعني مش هنقول إن هو يبقى متعلق بالله يسيب كل حاجة بقى ويقعد كده بس، لا لا، مع كمان فعل ما أمر الله به تعالى من إعمار الكون. دي الثلاث مراتب اللي العلماء تكلموا فيها مراتب الصيام. يبقى مرتبة العموم اللي فيها عامة الناس، الخصوص اللي هي تتعلق بالصالحين، خصوص الخصوص تتعلق بالأنبياء والأولياء اللي هو كف القلب عما سوى الله. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يواصل الصوم، يعني يصوم أيام وراء بعض بدون أن يأكل أي شيء. فقال الصحابة، يعني قالوا له يا رسول الله يعني نفعل زيك بقى، زيك نواصل الصيام. فقال لست كهيئتكم، إنما أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ده يعني خلاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيواصل الصيام بمعنى أنه ممكن يفضل صايم 3-4 أيام مثلا، يفضل صايم ما يفطرش عليه الصلاة والسلام. فقال إني أبيت عند ربي يطعمني. فهو ده بقى اللي أنا بتكلم عليه، يعني يحل المغرب ولا يأكل ولا يشرب. نعم، مرتبة ده مرتبة الخصوص، الخصوص الأنبياء، لا يصل إليه إلا الأنبياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الغيبة والنميمة هل لهم درجات؟ إزاي الواحد يتجنبهم؟ زي ما كلمتنا بالتفصيل كده عن مراتب الصيام، عايزين نتكلم بالتفصيل عن مراتب الغيبة والنميمة. لو أنا قاعد في مجلس وحد ذكر حد بالسوء والناس ضحكت، فأنت ضحكت، هل أنت تاخد اسم على هذا الأمر؟ هل أنت مشارك زيه؟ يعني ياريت توضح لنا. نعم، هو الغيبة عموما أصلا في معناها هي ذكرك أخاك بما يكره، يعني لما تذكر الناس بما يكرهونه من أنفسهم فده قدام الناس، يبقى أنت كده تغتابه. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بغرض الوقيعة بينهم. والعلماء عدوا الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، يعني من الكبائر، مش مجرد الحاجات الصغيرة. لا، العلماء زي الحافظ الذهبي وغيره عد إن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى قال في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم. يعني فمن تتبع عورة المسلمين، يعني اللي بيتكلم على حد أو اللي بينقل أخبار حد زيه زي اللي قتل، من الناحية، من ناحية الإثم، مش من ناحية الحدود أو الجرائم والجريمة، يعني من ناحية الإثم، لأنه يحمل إثم كبيرة من الكبائر، لأن الكلام عنه ده ممكن برضو يؤدي إلى جرائم أخرى. يعني هو ذريعة توصل إلى جرائم أخرى، وده حصل فعلا. نعم. فبالتالي الغيبة دي من أعظم الذنوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي أنا كنت بكمله من شوية، قال: فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته. ليه؟ لأنه ما بيسترش على الناس. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ليه؟ فالنقيض، يعني بقول لك أنت هتتكلم، لا، عايزك تحفظ لسانك عن الناس. فبالتالي الإنسان عشان يعني يحاول أن يحد لسانه ويضبط نفسه عن الغيبة والنميمة، أنه يتذكر ويستحضر حتى نفسه يرضى بما يرضاه لنفسه يرضاه للآخرين. أشوف أنا لما أكون قاعد مع الناس أحب الناس تتكلم عني بهذه الطريقة ولا لأ، وبالتالي ده يخليني أكف لساني. ولما أعرف أن يوم القيامة أصلا يأتي يوم القيامة اللي بيغتاب الناس أو بينم بين الناس وله عذاب مخصوص يخدش وجوههم ويأكلون من لحوم أنفسهم، فيقول النبي أصلا: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس في الدنيا
يعني عذاب عظيم جدا. فبالتالي لابد ان هو يمسك لسانه حتى لا يقع في عقاب الله تبارك وتعالى يعني في الدنيا والاخره. ربنا يعني يعافينا من هذا الذنب، يعني لانه للاسف كلنا بنقع فيه. ومن الذنوب اللي الناس شايفاها عادي، يعني من الحاجات المشكله لما لو اتكلمنا على حد، ودي من الحاجات اللي فعلا بقت او نقل الكلام صعبه جدا، خصوصا في عصر اللي احنا عايشينه السوشيال ميديا، والكلام بقى في ناس بتقول كلام اي في اشياء معينه، تتكلم على الناس، تنقل اخبار، تتكلم في شائعات، كل ده كله والدخول في تفاصيل الناس بقت كمان حاجه او في حياتهم الشخصيه، يعني ده كله. عايزه يعني اسال حضرتك سريعا جدا، بعض الناس بنلاقيهم في المواصلات بيقروا من مصاحف او من الموبايلات القران الكريم، هل القراءه دي مستحبه او لا؟ يعني هل في اداب معينه لقراءه القران بالذات في نهار رمضان؟ بس انا نقول لحضرتك كلام عام، القران ورمضان مرتبطان ارتباط وثيق ببعض. القران شهر رمضان نزل فيه القران الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل القرآن في رمضان كل عام، وفي العام الذي توفي فيه عرضه مرتين القرآن. عرضه يعني درسه القرآن، بيراجع مع القرآن يعني. تمام. فبالتالي القرآن ورمضان في ارتباط بينهم وثيق جدا، لذلك ورد برضه في حديث شريف الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فمن الأمور المستحبة جدا، بل ختم القرآن صحيح. كما كان يفعل الصحابة في رمضان من الأمور المستحبة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. إذن القراءة من الموبايل ما فيهاش حاجة؟ بالعكس، لا ده مستحبة يعني مستحب. من ناحية بس لو في المصحف يبقى أفضل. إنما من ناحية قراءة القرآن في غير المصحف ما دام سيقرأ يبقى جائز إن شاء الله. شكرا لك يا فندم الشيخ محمد العماوي الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، كلمتنا عن يعني المرض الشديد اللي ما بيصيب عدد كبير جدا من الصائمين، وهو الغيبة والنميمة، وشرحت لنا تفاصيلها. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الفرصة. شكرا لحضرتك، الله يبارك فيك.